السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم هند من اسطنبول، عوشركم مبروكة، ندخل عليكم ان شاء الله بالصحة والسلامة والمغفرة يا ربي. اليوم ان شاء الله الفيديو ديالنا غادي نتكلموا على رمضان في تركيا، بما ان بزاف ديال الناس مؤخرا من المغرب جاوا لتركيا يعني باش يعيشوا، ولكن عندهم المشكل ديال المنتجات المغربيه ما تلقاوهاش هنايا بالسهل، يعني بحكم ان شويه الثقافه ديالنا مختلفه على تركيا، فبزاف ديال المنتجات ما كاينينش، بزاف ديال الحاجات ما كيلقاوهمش. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد المحل يلاه اكتشفتو، مشيت انا تقديت منه شي حاجات وباش صورت لكم ونوريكم ان شاء الله فين. وايضا ما غاديش نبقاو غير في المنتجات المغربيه، اكيد غادي نوريكم حتى المنتجات التركيه اللي حاليا دابا في الماركت التركيين اللي كيوجدوا بهم ان شاء الله للشهر الكريم، شنو هما تيديروا بزاف وشنو كيكون في شهر رمضان. وغنجاوب ايضا على الاسئله ديال كيفاش كيكون رمضان هنا في تركيا، واش كلشي مقفل او لا. خليكم ان شاء الله في الفيديو باش تعرفوا التفاصيل. على بركة الله بالنسبة للمحل اللي قلت لكم غادي نمشي ليه، فهو جاي في الفاتح. انا من الطريق ديال لالي مشيت، كما كتشوفوا هذه المحطة ديال الترامواي ديال يوسف باشا، اولا انا هنايا كنت متبعة الجي بي اس، غادا كنت مشي على رجلي. يمكن لكم تمشيو المحطة اللي قريبة، في الاخير الفيديو غادي نوريها لكم، حيت عاد باش نزل دابا انا متبعة غير الجي بي اس. بقيت غادا ودرت على اليدين الليسر ديالي، ومن بعد مشيت او تاني على اليمين كما كتشوفوا، ودخلت مع الزنقه الاولى كما كتشوفوا. وغادين بالنسبه للموقع على الخريطه راه غادي نكتبوا لكم لتحت. وبالنسبه لهذا المحل صراحه عجبني التعامل ديالهم، كيجاوبوا دغيا، يعني هضرت معهم في الانستغرام من شفتهم، من بعد عطاني الرقم ديال الواتساب. كما كتشوفوا كيف دخلت درت على اليد اليمين ديالي راه الزنقه، زوميت لكم على الاسم ديالهم، بعد غادي ندور على اليسار. دابا غادي نمشي نيشان، غنبقى غاديه اولا في الاخير غادي نوريكم المحطه اللي قريبه ليهم ديال الترامواي. وكما قلت لكم راه هما جاوا في هذه الزنقه، هانتوما الاسم ديال الزنقه كيفاش كتكتب، حيت بعض المرات ملي كنقرا بالتركيه ما تندوخكم. كنمشي نيشان راه كيبان لكم بيم، وحنا غادي نيشان. كما قلت لكم هاد المحل الصاحبه ديالو هي مغربيه والزوج ديالها سوري، ما شاء الله عليهم، يلا فتحوا دابا 4 شهور. انا ما كنديرش لهم اشهار لان باش ديت ما عندهم لا فلوس لا حتى شي حاجه، فقط نتعاونوا مع بعضياتنا ما فيها باس. انا مشيت زعما تقديت واديت الواجب ديالي، وبغيت نشارك مع الناس اللي باغين زعما محل هكا مغربي هنا في تركيا. وصراحه صدموني الناس معاه في الانستغرام، كنشارك معاهم داكشي، يعني كل نهار كنشارك فين مشيت وهذا، بزاف ديال الحاجات تما في الانستغرام. ودائما انستغرام كنحطو لكم تحت صندوق الوصف. فهذا هو المحل، سميتو ماركت بلادي، ما شاء الله راه ولاو معروفين، لقيناه مقفل. هذاك هو الرقم الهاتف ديالهم في الواتساب، تواصلوا معاهم. وخلقناه مقفل حيت هو كيفتحوا مع العشرة، حنا وصلنا مع شي العشرة وقسمين العشرة وربع هكاك، وبقينا كننتظروا ماشي بزاف غير شوية. وجا كما كتشوفوا مع الباب غيبان لكم عصيري ريبي جميلة، بيرلي كيصاوبوا، الزوجة ديالو كتصاوب أيضا حلاوي مغربية كما كتشوفوا، كاين الصابلي، كاين ريش بوند، عندهم حتى الرفيسة كيصاوبوا المسمن ديال الرفيسة، وهنا الحامض مصير، وهادو التوابل المغربية ديال الطاجين ديال البسطيلة الحوت، الزيتون بالأنواع ديالو، يعني كلشي 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 مغربي 100%. عندهم التوابل كاملة ديال المغرب، دايرينها في أمبالاج كما كتشوفوا بالاسم ديال الماركة ديالهم ماركت بلادي. وبالنسبة للأثمنة عجبني كل حاجة حاطين لها الثمن ديالها تحت منها، فحال أتاي ب25 ليرة، كما كتشوفوا الأنواع اللي كاينة تقريبا نقولوا شي 17 درهم مغربية، إيزابيل 50 ليرة تقريبا واحد 33 درهم مغربية. المهم أنا نقول لكم غير بالليرة، هاد البريريت ديال أتاي 325 ليرة، كاين تا كوبيل 25 ليرة، لي صوص الجيريان باربيكيو، بيغي برجر، موتارد، اندلس،
كل شيء ديري ليه ثمن واحد اللي هي 45 ليرة تقريبا شي 30 درهم مغربية. كاين المايزينا، كاين هذيك لا كريم ديال 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 ميلفي، كريم باتيسير، كاين هنايا المايز هاد الالزا ديال الفاني، حيت هنايا الفاني في تركيا حالته بودر في واحد المذاق خايب صراحه. كاين الخمارات لي فروي كونفي، سيريلا، كيري، هنايا هذه ماركه اخرى ديال صوص الجيريان واندلس، سيرو قاتي شحال بيني وبين السيرو ما شفتوش صراحه. كاين الخضر وكاين الاحمر بخمسين ليرة، وكاين الخل كما كتشوفوا، والشعريه الصينيه اللي جاوني عليها بزاف بزاف ديال الاسئله فين كتاخديها فين. كما كتشوفوا الصغيره دايره 15 ليره تقريبا واحد 10 ديال الدراهم، والكبيره ب 30، وكاين فينو ايضا، فينو ب 40 ليره وبقات عنده غير وحده، هذه خديتها انا 40 ليره قولوا شي تقريبا واحد 27 درهم حتى 30 وحده اللي كاينه. كسكسوته هو ب 40 ليره من غير البلبوله اللي ب 50 ليره، كاين زيت الزيتون كما كتشوفوا. زعما تبارك الله عندهم داكشي متول ومزيان، ولي بري ريزونابل. غادي يجيكم غاليين اللي في المغرب غيجي غاليين، ولكن مع الشحن ما شاء الله الشحن غالي للمغرب، انا عارفه من المغرب لهنايا، والعكس صحيح فهو غالي. لذلك يعني الاثمنه فهما كيجوني مناسبين، حيت شفت اماكن اخرى زايدين في بلاقياس. كاين هذيك الشعريه الزوينه ديال الاروز، وانا كنفضل هذه صراحه، هي اللي كنخدم بها، حتى هي الاسعار ديالها مناسبه. كاينه الصفه الرقيقه ديال الصفه ديالنا المغربيه كما كتشوفوا، الشعريه هذه الصفه ب 60 ليره دايرينها. كاين فلان، راكم عارفين هنا في تركيا كاين غير ديك البودين، والبودين ما كيشبهش الفلان ديالنا العادي اللي حنا معودين عليه، نيدو، سيريلاكس، صغار كبير، خرقوم اللي كيعجبو الخرقوم يخدم به، نيسلي ايضا حتى هما راه عندهم هنايا. فواخا كنت شاركت معكم داك النهار داك المحل اللي في اكسارا اللي كيجيبو بعض المنتجات المغربيه، ماشي كلهم، ولكن صراحه جاني هذا حسن حيت فيه كل شيء شامل وكامل، يعني ماشي عنده فقط حاجات، عنده بزاف ديال الحاجات، عنده حتى ماريجا ولا ماروخا، عنده ميرانجينا، هادو هاد لي كوكيز، هنري، سابلي، المهم كاع دوك داكشي ديالنا كما كتشوفوا، كل حاجه الثمن ديالها لتحت. طاغير داير لي 5 ليره، هاد كوكيز كينغ اللي كنسمع عليه بزاف داير 6 ليره الوحده، يعني بالنسبه ليا انا صراحه كيجوني الاثمنه مناسبين، يعني تقريبا واحد 4 درهم مغربيه، ماشي فحال ثمن المغرب، ولكن عادي. كاين رايق، كاين تا كلوريكس، والناس المغربين صراحه بعض المرات كتشهي شي حاجه اولا كتبغي شي حاجه وما تتلقايهاش، وتتبغي تعطي فيها اللي كاين غير يجيبوها لك، ومع الاسف ما كتلقايهاش عندهم. حتى التونيات ديال المغرب عجبوني بزاف صراحه، عندهم البليغات هادو اللي كيكونوا هكا مزوقين، كاين هادوك ديال الرجال ديال الوليدات الصغار، الطربوش كما كتشوفوا المغربي، عندهم الطوابع ديال السابلي، عندهم هاد شنو نقول لك طيفور صغير اولا فحال الطويجين، البرارد عندهم على الاشكال واسعار مختلفه، فحال دابا اللي منقوش ب 250 ليره، وكاينين الاخرين رخص منه. لقيت عنده الدقيق ديال الشعير صراحه زوين، خديت نيت منه 15 ليره نص كيلو، فهو ثمن مناسب. كاين عنده حتى ديال الزرع، وعنده الفول، عنده جلبانه، عنده إلان، وطحانه ديال المطيشه وديال السردين حتى هي كاينه الكبيره والصغيره. هاد المقالي حتى هما موجودين كاينين تماك، الطواجن على حسب الاثمنه. واللي عجبني صراحه ملي كتواصلوا معاهم في الواتساب كيصيفطوا لك اللائحه بالاثمنه كامله، يعني ما تحتاجيش تبقاي تسولي كل حاجه على حده. والطاجين كل طاجين والثمن ديالو فحال دابا هذا ب 280 ليره صراحه. الطواجن يعني واخا غايجيكم غاليين، يعني تقريبا واحد 180 درهم، واخا غايجيكم غاليين، ولكن الطاجين راه صعيب باش توصليه هنا بلا ما تدقدقي، يعني شويه صعيب. هذا تبارك الله راه كبير ب 300
و25 ليرة القطران الرقيق، القطران اللي عزيز عليه القطران، الطباسل ديال الطاوس، حتى هاد الكويسات ولا الغرارف ديال الطين بالقطران، القصريات بالاشكال، كاينين حتى هادوك الطبيصلات ديال الاسفي الزوينين، كويسات ديال اتاي كما كتشوفوا مزخرفين، كاينين هادو اللي كيكونوا صغار وكاينين الكبار، عندهم حتى الكوكوت، كوكوت كبيره وصغيره، كانوا بزاف اللي تواصلوا معايا على ود هاد البرماء والكسكاس، فتا هو عندهم بالاشكال والاسعار مختلفه كما كتشوفوا 155 ليره 300 ليره على حسب الحجم ديال البرماء والكسكاس، حتى البريمو والكسكاس هادو صغيورين كاع اللي كاينين. البرارد كما قلت لكم على الاشكال والانواع، كاين حتى البرارد اللي كيحمقوني، البرارد اللي كيكونوا هادو شويه قدامين، فهاد الاحمر زوين فن ب 125 ليره تقريبا، واحد شنو نقول لك شي كدا 80 درهم، شي 8 اورو ما كاملاش، يعني جاني مناسب. عندهم حتى شي جليبات وعندهم شي قفات ناس هكاك ديال الوليدات الصغار، ما شفتش الصراحه الموديلات هادو اللي بانوا ليا معلقين. هنايا هذه الثلاجه انا صراحه اللي داني تماك داتني الورقه ديال البسطيله، مع جاتني من المغرب ولكن خسرها الدغيا تقطعت، تعرفوا الورقه البسطيله خصها نهار في نهارها. كاين حتى الخليع، عندهم الهريسه، المرصاديلا، وداكشي تلانشون، وهادي عصيري قلتها لكم قبيله، هاواي بومس، المحبين ديال هاواي حتى هي راه كاينه، بيرلي على الاشكال. عندهم حتى النعناع والشيبه بالنسبه للحلوه، فكاين صابلي بالشوكولا كما كتشوفوا الثمن ديالو 130 ليره الكيلو، يعني 85 درهم. وعندهم شباكيه ديال اللوز مصاوبه في الدار ب 150 ليره الكيلو، قولوا تقريبا واحد 100 درهم مغربيه. وايضا كاين حتى سلو كيتصاوب سور كوموند، يعني كتكومونديو ب 200 ليره الكيلو، يعني 130 درهم تقريبا مغربيه، شي 12 اورو ساكاك. ميلفي عندهم كاينه هذه ديال الشوكولا وكاين ديال الكراميل، ميلفي القطعه الواحده ب 10 ليره تقريبا، نقولوا شي 5 7 دراهم هكاك. كما كتشوفوا هنايا هذه الثلاجه، هذا هو اللي قلت لكم، كاين النعناع، كاين عندهم حتى الشيبه، شنو اخر، يعني بزاف الحاجات، الثومه حتى هي كاينه. الناس اللي هنا في تركيا عارفين بان الثومه عندنا هنا بيضه وكبيره بزاف، ما فيها حتى شي بنه لا مذاق، هذيك الثومه الحمراء ديالنا غزاله، عنده حتى داكشي الديكاباج والحنه كلشي كاين، اي حاجه شير لي حتى هي كاينه، داك العكر ديال 24 ساعه. بالنسبه للثومه الثمن ديالها 200 ليره الكيلو، هذه الصحيحه 130 درهم، وكاينه هذه ب 100 ليره اللي هكاك فص يعني تحلو. كاين هنايا تا اتاي كما كتشوف، براد ديال اتاي والكيسان ديال اتاي، وكما قلت لكم هنايا هادو كل حاجه والثمن ديالها، بحال دابا هذه ديال القرنفل ب 25 ليره، دايرين ليهم اونبالاج مقادين، داكشي باش عجبني انا، داكشي متول. بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على الغاسول الخراقي ديال الحمام، النيله، هادوك اللصقات ديال الحنه، حتى البيتادين شفتها هنايا، عاتي جاتني والله الا واحد الحنين وجاتني الضحكه، زعما حيت هادشي ما كاينش هنا، يعني هادشي ما غتلقاوش زعما في تركيا يعني عامه، فتبارك الله ما شاء الله جايبين كلشي كلشي كلشي، يعني شي حاجات اللي ما طاحوش لي على البال، كاينين حتى من الكارطه، كاينه زيوف حياتي هادو اللي ولاو كيكتبوا فيهم بالسميات، كاينين العاديين وكاينين بالسميات، كاين سميات بزاف، كاين الصابون البلدي، وتبارك الله مازال السلعه هنايا محطوطه، طناجر، بزاف ديال الحاجات اللي غادي تخصكم، اللي غادي يعني ما تقدروش تلقاوه في مكان اخر. فكيف قلت لكم بالنسبه حتى الاثمنه، من بعد نقول لكم شحال لقيت، بزاف ديال الحاجات لقيتهم هنايا، فلقيتهم زايدين في الثمن. انا كما قلت لكم خديت هنا الورقه ديال البسطيله، خديت الدقيق ديال الشعير، خديت فينو، هنايا كما كتشوفوا هادو راه فين كيدار الناد، فين كيدار البخور، عندهم حتى البخور حتى هو، قبل ما ننسى شتو الصابون الكف
حتى هو كاين صابون الخزامة، يعني بزاف ديال الحاجات. هذا الصابون البلدي اللي كيكون بالعكر الفاسي والنيلة وإلى آخره، يعني كيدار في الحمام المغربي. وهذه هي لاكارت ديالهم، الرقم ديالهم تماك، عندهم صفحة في الفيسبوك في الانستغرام، كل شيء دايرين ماركت بلادي. انا خديتني تشهيت هذاك عصيري وديك الميلفاي، وهذا الشيء اللي خديت انايا من عندهم. خديت البريوات وداك الشيء، حيت بزاف منكم هنايا يقدروا يشوفوا هذا الفيديو ويسحبهم واش دايره معاهم اشهار ولا هذه باش ندير لهم اشهار. فابدا، فانا مشيت تقديت فحالي فحال الناس وصورت لكم هذا الفيديو باش تمشيوا ليهم تانتوما. صراحه عندهم كما قلت لكم اثمنه مناسبه، راه ما غاديش تلقاو نفس الثمن ديال المغرب، فهذا شيء عادي. هنا غادي نقول لكم منين نزلت، راه حداهم كاين واحد الحمام غير حداهم قريب ليهم، حمام زوين. وهذه هي المحطه ديال التراموي كما كتشوفوا اللي ركبت فيها حداهم. هي راه كتفوتوا شويه فندق زاده، راه كنت شحال مره درت لكم فيديوهات على السوق ديال الفندق زاده، كتفوتوا الفوق يعني ملي كتشدوا هنا كيدوز على الفندق زاده عاد كيمشي لالالي. وكما قلت لكم الا تواصلتوا معهم على الواتساب راه غيعطيكم العنوان ديالهم نيشان. وهذه خدمه توصيل، فهما كيديروا التوصيل في تركيا كامله، وقال لي حتى في قبرص عندهم التوصيل، والتوصيل حتى في اسطنبول راه كاين كما قلت لكم. فالتعامل ديالهم زوين، وعلاش لا ما نشجعوش بنت بلادنا في هذا المشروع ديالها. كما كتشوفوا فانا دخلت الترانديول، اللي غيعرف ترانديول، فدخلت لقيت الشعريه الصينيه فيها. شوفوا الثمن شحال لقيتها في ترانديول، دايره 54 ليره وصغيره، الو هما كيبيعوها اكبر من هكا ب 30 ليره. وديال الروز تخيلوا 220 غرام ب 150 ليره، زعما اثمنه خياليه في ترانديول. وهما عندهم 50 ليره هذيك الكبيره كاع ديال الروز. اما ورقه البسطيله ففي ترانديول تقريبا شي كدا 80 على 90 ليره. انا الورقه البسطيله اللي وريتكم الكبيره خديتها ب 35 ليره، وكاينه الصغيره ب تقريبا 30 وقيله 30 ليره، يعني اثمنه مناسبه. فدابا ندوزو الايوزبير او لا A101، هادو هما المنتجات التركيه اللي كيوجدوا بها رمضان، يعني كيوجدوا بالقطاني بزاف، البرغول، يعني كتلقاو بزاف العدس، الحمص، غتلقاوه دابا متواجد. هادشي كامل موجدينو دابا رمضان، جلبانه، هذا كونسيرف، مطيشه ديال يعني هذاك المركزه دقيق. ننصحكم تمشيو تعتقوا هاد سينانجيل، احسن ماركه ديال الدقيق انا كناخذها صراحه. دابا في الايوزبير راه دايرين فيها عرض 9 كيلو بشي 90 ليره، وراه هي الدوبل ديال هاد الثمن. سيروا اعتقوا الا لقيتو ما تعتقوا. انا مشيت خديت منه. هنايا غير السقاطه اللي دايرين، الذره معلبه، كنور، شوربات وداكشي، صراحه مثلا ما عنديش معاه، العسل، شويه ديال المكسرات. وهنا جايه هنايا التقديه ديال رمضان، راه دايرين كل حاجه والثمن ديالها وضاربين عليه، دايرين تخفيضات. هما هنايا تيموتوا في رمضان على الحلويات بزاف، فالقطايف والبكلاوه ديالهم وداكشي، فهذه كتباع تقريبا. كاينه اللي خاويه وكاين اللي فيها شويه ديال الشوكولات، كاين اللي اغلبيه كتلقاهم خاويين، يعني حتى كيسخنوها وكيديروا فوق من هذاك القطر. التمر كما كتشوفوا 30 ليره، هذا القدس ديال القدس، يعني كي كنقولوا ليه حنايا المجهول. المشروبات حتى هما عندهم بزاف، واحد المشروب بحال كيقولوا ليه الشربات، يعني كنقولوا ليه حنا الموز صغاريت. الشربات ديالهم هذا تيتباع بزاف في رمضان، كياخذوه وهذاك الليموناطه حداه، هذه حدا لاكيس. هذوك لي الاوفر اللي دايرين هاد الاسبوع، هادشي اللي كاين في A101 او لا ايوزبير. دابا ندوزو للشوك، هاد الشوك حتى هو فحالو فحال ايوزبير وبيم، كاملين يعني الاثمنه فيهم مناسبه ورخاص، راه كنت هضرت لكم عليهم شحال هادي في واحد الفيديو. فتا هما غتلقاو العدس بزاف، وغتلقاو الحمص الى اخره، وغتلقاو هاد الحلويات ديالهم. وكاين هاد الحلوه هادي اللي دايره فكيكبوا على القطر وكتجي فازقه صراحه، ما تعجبنيش انايا، مي هما عزيزه عليهم، دايرين بروموسيون تاعهم من 95 65. القهوه التركيه، ودائما غتلقاو التمور، لانه راك عارفين رمضان مع التمر،
غادي تلقاو التمر موجود، كاين التمر هكا العادي هذا داير غير 10 ليرة، وكاين التمر الاخر اللي كما قلت لكم المجهول، حتى هما راه كيقولوا ليه المجهول. وغتلقاو بزاف المورد ماشي المزهر، المورد حيت هما تيستعملوه بزاف في الحلويات ديالهم. كاين حتى هاد كابي كما كتشوفوا راه كاتبين رمضان شربات، كيقولوا لهم الشربات بحال كما في الدول يعني مصر وهذه كتسمعوا ديك الشربات، الشربات راه هي هذه. وهنا بيم شوفوا حتى هي شنو دايره العروض في رمضان، غالبا راه كتلقاو بزاف واحد الكراتن ديال رمضان، كيكونوا كراتن دايرين فيها المونه الزيت الحماص الى اخره وكيتباعوا. بالنسبه للشاي التركي دائما كيسولوني احسن ماركه، انا ما تنحملوش صراحه ما نكذبش عليكم، ولكن هاد فيليز هاد الغوز الاصدقاء ديالي زعما كياخذوه بزاف التواركه. كاين حتى لهاد الجلاش، هاد الجلاش كيفاش غنشرحوا لكم، دير فحال الورق بيض، هما تيصاوبوا به واحد الحلوه بزاف في رمضان، ما تتعجبنيش عاوتاني كتجيني فازقه في الشكل، مي هنايا عندهم بزاف هاد الجلاش في رمضان، خصوصا في رمضان. هنايا كاين حتى ديك لي ساشي ديال الشربات كما قلت لكم، الماورد الماورد عندهم بزاف هنايا تيديروا في ديك الحلويات، وفي حتى الجلاش كيديروا فيه شويه ديال الماورد، كيجي واحد المذاق في الشكل. هادو كاين الجلاش الصغير، وعاد كاين هادو الكضايف اولا فحال على شكل كنافات اللي كيكونوا فارغين. هنايا كاين التمر، حتى هما كان عندهم التمر ديال المجهول جابوه ولكن طار ما بقاش، كان واحد النوعيه ديال التمر تبارك الله كل حبه يحبه مهبره وكبيره، مي ما بقاوش. ولكن ملي يقرب رمضان راه كيبقاو يجيبوا السلعه بزاف ديال شهر رمضان، وهنا غتلقاو ضروري الليموناطا ديالهم، جايبين حتى هاد ديال الكيك، هادي ديما تتكون ولكن دايرين عليها دابا عرض. كاين حتى هاد الماء تورشو سويو، هاد تورشو سويو بحال الماء ديال المخللات، الماء بحال الماء ديال داك اللي كيكون مرقد فيه الكورنيشون وداكشي. كاين الخضر وكاين هذاك الغوز، هاد الخضر اجيسيز يعني ما حارش، وهذاك الاحمر حار، ما عندهم هذوك المشروبات بزاف بحال تشالغام بحال هذه كيكونوا شويه فيهم الحروريه. فهذا مكان، هذا كان فيديو خفيف ظريف، لحقاش اليوم اللي غنحط لكم فيديو، البارح مشيت عند المحل المغربي وصراحه ما كنتش غنحط لكم هذا الفيديو اليوم، اصروا عليا انستغرام قالوا لي والو حتى حطينا دغيا. ديجا البنات البارح مشاو تقداو عنده اللي قرابين، عجبهم الحال، وكما قلت لكم يعني راه كيدير ليفريزون لتركيا كامله وحتى قبرص، يعني في اي بلاصه يصيفط لكم مع الشحن وداكشي. الاثمنه كما قلت لكم راه مناسبين صراحه، انا ما غتلقاوش شي اثمنه فحال هذا، انا بعدا صراحه عجبني داكشي عندهم ومتول، حيت سبق لي عندي واحد الاكسبيريونس مع داك المحل الاخر، كنت خديت شي حاجه ولقيتها بيريمي مني، لقيت مده الصلاحيه ديالها منتهيه. فهذا لاحظت بقيت كنقلب على الصلاحيات لقيتهم باقي القدام. وحاجه اخرى مهم بغيت نوريكم غير الاجواء، مازال غادي نصور لكم ان شاء الله اجواء رمضان، نتمنى لانه صعيب الخروج في رمضان، غادي نحاول ندير كل ما بجهدي. بالنسبه للناس اللي كيسولوني وجايين ان شاء الله مسافرين في شهر رمضان، كيسولوا واش الاسواق كيكونوا، واش كيسدوا، واش ف ايام رمضان راه فحال ايام العاديه. خاصكم تعرفوا واحد القضيه، ان هنا في تركيا ماشي كلشي كيصوم، ماشي كلشي باش نكونوا فاهمين، يعني كاين اللي عنده واحد الصوره غالطه، فهنا ما عندهمش ديك القضيه ديال انه الصيام فرض وخاصهم يصوموا كل نهار، كاين اللي كيصوم نهار ونهار لا. المهم عندنا هذا موضوع اخر للنقاش، فكاينين اللي متدينين بزاف هما اللي تيصوموا، اما البقيه فما تيصوموش، يعني غتجيو هنايا المطاعم راه مفتوحه، المولات دابا نصور لكم ان شاء الله في وسط رمضان وتشوفوا المولات، يعني كتلقاو نساء محجبات، رجال بلا حياه ديالهم ممكن ياكلوا عادي في النهار، يعني كيقدر يقول لك لا سولتي علاش ولا ديك، يقول لك لا راه الحراره كاين الصهد، لا راه تمشيت، لا راه اليوم خدام ما خاصنيش نصوم، يعني عندهم واحد الحجاج في شكل، يعني عندهم واحد التفكير ديالهم خاص. فلذلك ما كيكون لا توقيت رمضان لا حتى شي حاجه، بخلافنا حنا في الدول العربيه، من بعد في المغرب عندنا التوقيت الرمضاني لا بالنسبه للمدرسه ولا بالنسبه للشغل، فهنا لا، المدارس كيبقاو في نفس التوقيت واللي كيشتغل كيبقى في نفس التوقيت، يعني
نفس التوقيت معاش كتخرج، يعني ما كاينش شي تغيير عندهم بتاتا. عندهم ديك القضيه ديال انهم خاصهم يفطروا فطور رمضاني، يعني يتجمعوا مع العائله او يتعرضوا مع اصحابهم او لعائلتهم هكا في الفطور، وخا ما يكونوش صايمين يعني كيوجدوا الفطور في المغرب كيفطروا مجموعين. داكشي كتشوفوا بزاف ديك موائد الرحمن داكشي، ولكن راه يقدروا ما يكونوا صايمين نهار كامل وغادي يفطروا، فهاد شي عادي. غير فحال عندهم طقوس ديال رمضان وكيحتارموه وهذا، ولكن راه ما تيصوموش فيه. فبالنسبه للمولات كيكونوا مفتوحين، المطاعم كيكونوا مفتوحين يوم كامل، يعني ما كاينش حتى العشيه ولا حتى يبدن المغرب. بالنسبه للاسواق المحلات كل شيء كيكون مفتوح من غير يوم العيد. راكم عارفين في العيد حتى هما راه تيحتفلوا بالعيد، ومع ذلك تقدروا تلقاو المولات كيكونوا فاتحين في العيد حيت الناس كيكونوا خارجين. بعض المرات كيكونوا فاتحين ما كيفتحوش الصباح بكري، ويعني كيفتحوا غير نص النهار، يعني سا ديبو على كل بلاصه وكيفاش دايره. بالنسبه للناس اللي كيسولوني على المطاعم فين يفطروا، فانا مع الاسف مع عمرني ما فطرت على برا، فكنفضل ان رمضان نفطر في المنزل ديالي. بالنسبه للفطور هنا راه ما كيكونش شي فطور سبيسيال، يعني الا مشيتو غتمشيو لمطاعم عاديه في وقت ديال الفطور، يعني كيحطوا لكم غير التمر زايد اولا هذا، وكتفطري فطور عادي يعني منيو عادي، من غير الا مشيتي للمطاعم العربيه كنظن انه كيكون شويه ديال التغيير. بالنسبه للمطاعم فحال بالنسبه للتقسيم وداك الجويه راه كيكون واحد الصف طويل عريض على المطاعم في وقت ديال الافطار، لانه كيكون واحد الزحام وكيكون عندهم اكتضاد بزاف ديال الناس كيكونوا جايين باغيين يفطروا، فخاصكم تردوا البال من هذه الحاجه. وكاين بزاف ديال المطاعم اللي كيطلبوا منك الحجز، يعني باش تحجز عندهم المكان ديالك، والا ما غتلقاش فين تفطر. هادو غير تجارب ديال الناس اللي كنعرف قرابين كانوا جاو هنايا واصدقاء وهادي في رمضان ولقاو هاد المشكل ديال الفطور. نتمنى نكون جاوبت على جميع الاسئله، ولا كان عندكم اي سؤال اضافي خليوه ليا لتحت في التعليق ديالكم، ولا ان شاء الله نتكلموا في الانستغرام. انستغرام ديالي دائما كنحطو لكم لتحت صندوق الوصف، وبالنسبه للمحل المغربي ان شاء الله غنحط لكم الرابط ديال الموقع ديالهم باش تمشيو ان شاء الله نيشان مقصدين عنده. كنتمنى ان الفيديو ديالي يكون فادكم اليوم ولو بشويه، وكنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه، على التشجيع والدعم ديالكم وعلى الدعوات ديالكم. نتمنى نكون دائما عند حسن الظن ديالكم، والى فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.